اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. هل أنتم من العشاق أو من الأشخاص العازبين الذين ينتظرون حكاية حب كي يتعلقوا بها؟ في هذا الفيديو الجديد من قناة الساحر جمعنا لكم مجموعة حقائق مدهشة عن الحب والمحبين، تابعوا معنا. الأزواج الذين يعيشون لحظات الحب تتزامن دقات قلوبهم وتتطابق معدلات الضربات مباشرة بعد التحديق في عيون بعضهما البعض لمدة 3 دقائق. الوجه الجميل يجذب العشاق أكثر من الجسد الجميل، وذلك بحسب دراسة علمية. تم استخدام رمز القلب لأول مرة للدلالة على الحب عام 1250 للميلاد، وقبل ذلك كان رمز الحب هو أوراق الشجر. لقد ثبت علميا أن الوقوع في الحب يجعلك أقل إنتاجية. هناك نوع من الفوبيا يرتبط بالحب يسمى فيلوفوبيا، وترجمته هي الخوف من الوقوع في الحب. أظهر استطلاع للرأي أن 2% من الأزواج وقعوا في الحب في السوبر ماركت. أمضى مزارع أرجنتيني حزين القلب عقودا من عمره في زراعة غابة على شكل جيتار لتكريم زوجته الراحلة. في عام 2014 هرب سجين من مركز احتجاز في ولاية أريزونا لقضاء عيد الحب مع صديقته. في اليونان القديمة كان إلقاء تفاحة على شخص ما يعني أنك مغرم به. 23% فقط من الأشخاص الذين يتعارفون عن طريق المواعدة عبر الإنترنت ينتهي بهم الأمر بالزواج. يشهد العالم كل يوم حوالي 3 ملايين موعد غرامي أول. وجدت دراسة أن الرجال هم الأسرع من النساء في الاعتراف بالحب. كانت كلمة لول تعني الكثير من الحب قبل عصر الإنترنت. إيروتومانيا هو نوع من الهوس الجنسي الذي يعني اضطراباً نفسياً يعتقد المصابون به أن شخصاً مشهوراً يحبهم. في الهند هناك مجموعة أهلية تسمى لاف كوميندوس توفر الحماية من المضايقات للأزواج من الذين قد يقعون في حبهم. تعهد ملك النرويج هارالد بالبقاء غير متزوج مدى الحياة ما لم يتزوج حبه الحقيقي، وكانت تلك ابنة تاجر أقمشة، ولقد حقق حلمه بالزواج منها فأصبحت بدورها ملكة النرويج. المعجبون بأينشتاين كانوا يوقفونه باستمرار في الأماكن العامة، فكان ينكر شخصيته الحقيقية ويقول أنه شبيه أينشتاين ليتخلص منهم. اللغة اليونانية بها 4 كلمات للحب: أغابي أي حب الخير، إيروس وهو الحب الجنسي، فيليا وهو الحب بين الأصدقاء، وستوريج وهو حب العائلة. فيما اللغة السنسكريتية بها 96 كلمة تستعمل للدلالة على الحب، أما الفارسية القديمة فلديها 80 كلمة تدل على الحب، فيما اللغة الإنجليزية تدل على الحب بكلمة واحدة فقط. الأدوية المضادة للاكتئاب المعروف عنها بالفعل أنها تسبب آثاراً جانبية جنسية قد تكبح أيضاً المشاعر الإنسانية الأساسية للحب والرومانسية.
في جوانب من الثقافة الصينية يكون المسؤول عن الحب بين المثليين هو إله يطلق عليه اسم تورشين أي الأرنب. الأوكسيتوسين غالبا ما يشار إليه باسم هرمون الحب، إذ يفرزه الجسم عادة أثناء العلاقة، وهو يساعد الطرفين على تكوين شعور أكبر بالعلاقة الحميمة، ويعتقد أن له تأثير كبير على النساء أكثر من الرجال. بحسب الأبحاث، فإن الأشخاص الذين لديهم شريك موثوق يقدمون أداء أفضل في العمل ويكسبون المزيد من الترقيات والمال، كما إنهم يشعرون بمزيد من الرضا عن وظائفهم. وجد الباحثون أن التعافي من الانفصال يشبه التخلص من الإدمان على عقار ما، وذلك من خلال فحص مسح الدماغ لمنكسري القلب. يؤدي الحضن إلى نفس رد الفعل العصبي الذي يفعله تناول المسكنات، وقد أكدت الدراسات على أن الاحتضان يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الألم بشكل كبير وتحسين التئام الكدمات بسبب زيادة إفراز الأوكسيتوسين. كشفت دراسة استقصائية أن 52% من النساء قلنا أن أزواجهن ليسوا توأم روحهن. وجدت دراسة أن النظر إلى صورة شخص تحبه يقلل الألم بنسبة 44%. وجدت سلسلة من الدراسات أن الأزواج الجدد الذين كانوا أكثر امتنانا لبعضهم البعض كانوا في نفس الوقت أكثر عرضة للبقاء معا بعد 9 أشهر دون خلاف. يقضي الإنسان العادي 7% تقريبا من حياته في التواصل الاجتماعي مع الشخص الذي يحبه. يؤثر حزن ما بعد العلاقة على الرجال على المدى الطويل أكثر من النساء. يعتقد 59% من الأمريكيين أن المواعدة عبر الإنترنت طريقة جيدة لمقابلة الأشخاص. جاذبية الإحباط تعني أن الشخص الذي تم رفضه سيحب ويشتهي الشخص الذي قام برفضه. أخيراً، وجدت دراسة أنه بينما ينجذب الرجال إلى النساء اللطيفات عند مقابلتهن، لم تشعر النساء بنفس الشعور تجاه الرجال اللطفاء. اكتبوا لي في التعليقات أي حقيقة من هذه الحقائق تعتبرونها الأغرب على الإطلاق، وهل لديكم معلومات أخرى تكشفونها لنا عن الحب؟ هل تعيشون أو عشتم قصة حب حقيقية؟ اكتبوا لنا عن تجاربكم هذه في التعليقات.